أنا كذبوا هنا خلي يكتبوا بالصحافة، أنتم تخافوا من الصحافة بزاف يا ناس، تخافوا من الصحافة وتخافوا من المتاع وتخافوا من الوريزون وتخافوا من المجاهد، ما تخافوش منهم، هذو قال ربي فيهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. نعم هذا عنده زخرف في القول غرور، خاف انه يكتب عليك بالمساء. انا ماذا بيا يكتبوا لي والنهار، ما همش رجال اذا ما كتبوش عليا لي والنهار، ما همش رجال. نعم لا عندهم رجل يظلوا يكتبوا علينا، اكتب على البلديه، اكتب علي حبيت، احنا نعرف ما بيننا وبين الله، احنا نخلق خلقنا ان شاء الله خلقنا ربي عز وجل لنقيم دوله الاسلام وتقام باذن الله تبارك وتعالى، ستقام دولة الإسلام في هذه البلد الطاهرة. نعم وحاجة ثانية قولكم حاجة أيضا، اسمحوا لي أن نقول واش عندي في خاطري، بالك الموت ما تجد السعر، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فحنا ما خافوش. المبدأ اللي ما تموتش في سبيله وما تنالش الأذى في سبيله مش مبدأ صحيح، إذا صبت روحك ماشي في طريق واحد ما يسبك، واحد ما يعترض طريق شك في الطريق تاعك، شك في الطريق تاعك ماكش مليح، عاود تقم روحك. ديننا هذا مش دين سلامة، قدونا رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد، ما نستع خطة، ما نستع كرسي، ما نستع منصة أبدا، احنا نتعدين إن شاء الله بإذن الله عز وجل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة غير